مركز تاسع، وفي المقابل الشباب بقى في مركزه في حاله يعني خلينا نقول فوز فنجه في مباراه الغد او التعادل. نعم، هذا الهدف لوكاس. لوكاس صحار ايضا تعادل اليوم، بالتالي وصل لي 6 تعادلات نفس المصنع. هذه لقطه الهدف زكي وكره الى لوكاس، وراح نشوف اللي عاده بعد شوي، لان الكره اكيد انها عدت خط المرمى، ولكن كانت الكره قويه وذهب مباشره لمرشد. من خلال التقرير نلاحظ وايد في فرص ضايعه في المباراه. نعم، يعني من الفريقين، وهذا يعطينا يعني وليد اليوم يظهر في مواجهة فريق السابق. اي وليد السعدي. وليد زايد اكيد. هذه اللقطة شكلها الكرة داخلة. لا لا، هدف هدف. هذه اللقطة بتكون اوضح. كرة من زكي وباليسار قوية كانت من لوكاس. مشي يمشي يا لقطة على اساس لا كرة داخلة طبعا.